حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم 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 اتحرك، يوم لنا عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوه على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصياً مبشر السامرائي أعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغى الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم من جديد. 10 حالات طلاق في كل ساعة في العراق خلال النصف الأول من عام 2019. لماذا ترتفع نسب الطلاق في العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن لتصل إلى أكثر من 800 ألف حالة طلاق منذ عام 2004 ولغاية 2019، والتوقعات تشير إلى وصولها إلى المليون مع حلول العام القادم 2020؟ هل الحالة الاقتصادية والأمنية والسياسية مسؤولة عن ارتفاع حالات الطلاق؟ من المسؤول عن ارتفاع حالات الطلاق؟ هل هي الحكومات المتعاقبة التي لم تقم بواجبها بنشر الوعي في المجتمع العراقي وتوفير فرص العمل وتطوير التعليم والحد من ظاهرة البطالة والفقر؟ أليس الإعلام الحكومي مخصص لظهور المسؤول والسياسي فقط والترويج له؟ أليست الحكومات المتعاقبة هي من أثرت بسياساتها الطائفية والمحاصصية وبفسادها على المجتمع العراقي، فارتفعت نسبة الأمية في العراق لتصل في بعض مناطقه إلى أكثر من 50% بحسب أرقام لمحافظة بغداد؟ أين دور الأحزاب الإسلامية التي حكمت العراق منذ عام 2003 بإرشاد العائلة العراقية؟ هل الزواج المبكر والمواقع الإلكترونية أسباب في ارتفاع حالات الطلاق في العراق؟ أين دور العائلة في نشر الوعي بين أولادها لتفادي الوقوع في هذه الحالة المخيفة في ارتفاع أرقامها؟ كل هذه الأسئلة وأكثر أعزائي المشاهدين نناقشها معكم في حلقة اليوم من برنامج صوتكم. في البداية دعونا نتابع وإياكم إحصائية لآخر 3 أشهر من هذه السنة بحسب أرقام نشرها المجلس الأعلى للقضاء في العراق حول نسب الزواج والطلاق. نبدأ بشهر آيار. متابع، هذه الإحصائية لشهر آيار من عام 2019 تظهر أرقام للعاصمة بغداد الرصافة. نسب الطلاق وصلت إلى 972 خلال شهر، استئناف بغداد الكرخة الاتحادية 580، نينوى 160، ديالة 202، بابل 193، النجف 208. يعني لو لاحظ هناك نسب، يعني نسب الزواج في ذلك الشهر هي أقل من نسب الطلاق. يعني على سبيل المثال لو أخذنا مثلا ديالة نسب الزواج 112 بينما نسب الطلاق 202، ضعف تقريبا. بابل 112 الزواج، الطلاق 193.
النجف نسب الزواج 34، الطلاق 208، كركوك 160 نسب الزواج، الطلاق 133، ذي قار 136 الزواج، الطلاق 85 حالة طلاق، الأنبار 97 حالات الزواج وحالات الطلاق 80، البصرة حالات الزواج 283 وحالات الطلاق 400، واسط 41 حالات الزواج بينما حالات الطلاق 113، صلاح الدين حالات الزواج 54 حالة بينما حالات الطلاق وصلت إلى 90 حالة طلاق، المثنى 89 حالة طلاق بينما نسب الزواج 89 بينما الطلاق 57، ميسان 60 حالة زواج والطلاق 60 حالة زواج 118 حالة طلاق، كربلاء 195 حالة زواج نسب الطلاق 233، القادسية 64 حالة زواج الطلاق 186، نسب الزواج خلال شهر آيار من عام 2019 العام الحالي 3451 بينما نسب الطلاق في شهر آيار وصلت إلى 3810. خلونا نشوف إحصائية كذلك المجلس الأعلى للقضاء في العراق حول عقود الزواج وحالات الطلاق لشهر حزيران لعام 2019، نتابع مع بعض. نعم، نبدأ مع بغداد الرصافة، حالات الزواج 658 بينما حالات الطلاق وصلت 804، الكرخ بغداد حالات الزواج 203، الطلاق 507، نينوى الطلاق 128، ديالى 176، بابل 166، النجف 185، كركوك 164، ذي قار 48، الأنبار 89 حالة طلاق، البصرة 400 وحالة واحدة من الطلاق، واسط 65 حالة طلاق، صلاح الدين 51 حالة طلاق، المثنى 34 حالة طلاق، ميسان 96 حالة طلاق، كربلاء 190، القادسية 199 حالة طلاق، المجموع لشهر حزيران فقط هو 3303. نعم، قبل ما نجي على شهر تموز معنا اتصال أبو حسين من بغداد، فضل أبو حسين. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. كل ما أقدم لك سؤال ما تجاوبني، تقطع علي. وين سألتني؟ سألتك عدة مرات. شنو سؤالك؟ تفضل. السؤال مالتي لماذا علماء الأنبار وشيوخهم يروحون للأردن؟ إيه ليش بيا الأردن؟ دقيقة. أولاً أبو حسين، أنت قاعد بإسبانيا صح لو بغداد؟ لا أني مو بإسبانيا. لا ليش رقمك 03؟ لأن أنا أشتري الكرت مال خارج. ها ليش؟ خايف يعني؟ أي طبعاً خايف. ليش؟ خايف. من شنو خايف؟ أخاف يقتلوني. من يقتلك؟ أنا بعدين أقول لك بتجاوبني أول مرة تجاوبني. لا مو أنا بدي أجيك، مو حتى أنت. هل يجوز الرجل يكذب؟ مو حتى نفتهم. أنت لا تقول من بغداد، تقول مهدد. والله عندك عذر، بس منو مهددك حتى هم نعرف؟ شوف حتى نفضح من اللي مهددك. شوف راح أقول لك، راح أقول لك من. لا مو أنت، مو حتى أجاوبك. أنا أجاوبك حتى أنا أجاوبك. بس جاوبني. أنا سأجيبك. ليه؟ إيه تفضل. كل واحد يقول منهم داعش هو يدلس. شلون؟ داعش هم منهم داعش التونسي، داعش الجزائري. لا التعميم مرفوض. اكو. لا أبو لا حسين. تدليس. أبو حسين. تدليس. أبو حسين. نعم. احنا موضوعنا عن الطلاق. مال انه تتجاوز على المملكة الأردنية هذا غير مسموح. تتجاوز على ناس هذا غير مسموح. اخي غير مسموح. بس اسمعني. لا تقاطعني. ما قاطعني. ماشي. أنا أسألك. تفضل. أنا أسألك. أنت جاي كل حلقة تيجي تغير مسار الحلقة وتتهجم على الأردن. ما أدش عندك ويا الأردن. إذا عندك شغلة روح عليهم قلهم أنا عندي مشكلة وياك. لا لا.
إذا تحكي أنت بس اسمعني اسمعني أخي هذا النفس الطائفي أرجوك، هذا النفس الطائفي مالتك غير مقبول. إحنا موضوعنا عن الطلاق، تريد تتهجم وتصير طائفي شوف له غير مكان. أنا أشكرك مع السلامة، أشكرك أشكرك مع السلامة مع السلامة. هذا التهجم والطائفية تعبنا من عدها الخاطر الله من العام 2003 ولغاية الآن، تعبنا من عدكم سياساتكم. هو قاعد لي بإسبانيا ويقول لي أنا من بغداد، زين أنت إذا رجل لا تكذب يا أخي، وإذا أنت رجل اطلع بهويتك الصحيحية ولا تتهجم على الدول العربية وتحبون بس إيران، حبيبتكم إيران، روح لإيران، ظلوا بإيران، لا تجون للعراق. أي تجاوز على دولة عربية غير مسموح به. احنا عندنا موضوع الحلقة، نرجو من جميع المشاهدين انه يساهم، اذا عنده قضية ما بيها مشكلة يتكلم، عنده معتقل، عنده مغيب، عنده اي شيء، اهلا وسهلا بي. يجي والله يتهجم وقال الاردن وقال الدول العربية، هذا غير مسموح به. هذه دول عربية واسلامية وشقيقة، عيب هذا الكلام وعيب نتهجم. وكافي طائفية يا جماعة الخير يلي خربت العراق من العام 2003 وما سويت شيء يا فاشلين. نعم، أم مصطفى من بغداد، تفضلي أم مصطفى. مرحبا عيني. مرحبتين، أهلا وسهلا. وانك عيني الله يخليك، أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. أي هو العراق شنو بي مضبوط؟ حتى الزواج والطلاق ما مضبوط، هي الحياة هسه كلها ما مضبوطة بالعراق. نعم أكيد راح يكون هناك حالات طلاق فاشل، زواج فاشل، لأن الظرف الاقتصادي غير طبيعي، حياة الناس ما مستقرة، الحالة المادية صفر. نعم. الحكومة كل قوانينها غلط، ما تقول ليش وقت الواحد يقدر يستقر بحياته. إذا الواحد يأخذ الزوجة ما عنده يصرف عليها، وبهذه الظروف الصعبة ويستعجلون بالشباب، أول ما يريد أنه أول ما يريد يصير كبير يقول لك أنا أريد أتزوج، بما أنه لا وراي عمل لا وراي دراسة، فإذا شو يسوي؟ نعم. والمرأة أهمية نفس الشكل بدون تفكير، والأهل بدون شي سوى، أن الظروف صارت غير شكل. كانت قبل الحياة مستقرة، يريد الزواج يختار وقت للزواج، وقت لتأسيس البيت، وقت للظروف العدلة تصير. هسه ماكو، كلها عندنا معزلة العراق وقاعد. نعم، يعني أنت شوفي. نعم نعم، يعني أقول السبب، نعم السبب، الأسباب، أسباب نسب الطلاق، ارتفاع هاي النسبة. الشاب يعيش ظروف صعبة، حتى نعم. النفسية غير مستقرة. نعم. يطلع لي من الشغل ماكو شغل، يريد يكمل دراسة حتى إذا كمل دراسة بدون تعيين، فوين تروح هاي كل هالحالات النفسية والظروف الصعبة اللي بيعيشها؟ تنعكس عليه بالبيت. يضطر إنه هاي التصرفات، أو إنه ما عنده إمكانية يعيش الزوجة اللي ياخذ. نعم. اكو اهالي بس لبن انه مجرد انه حتى يخلصون من بيتهم يردون يتزوجوها بالظروف الصعبه اللي يعيشوها، اي واحد يدق بابهم ينطوهم اياه بدون تفكير، ذاك هم لنا ظروفه صعبه، راح تنعكس على من؟ على العائله والزوجه والزوج اللي هم توهم الزوجه والظروف تجبرهم انه يتطلقون. نعم. هذا هو احد اسباب انا بنظري اسباب الطلاق اللي تصير بالعراق. نعم. والا قبل وين اكو طلاق بالعراق؟ نعم. نسب جدا قليلة، من النادر، من النادر نسمع على الطلاق. صح لو لا؟ نعم. الحمد لله الديمقراطية اللي اجتنا والحرية والبرلمان اللي وصلنا من امريكا، هاي احد نتائجه. نعم. انه ماكو، الظروف كلها تغيرت، الشباب بدون تفكير، البنات ماكو، قبل المرأة تستعمل تستحمل حياة الرجل الى ان الامور تتصلح، حتى لا تقول لك ما بيها تصليح، ليش انا متحمليته؟ نعم. مو صح؟ زين دور الحكومة وين؟ احنا من 2003 ما شاء الله وهالمليارات، هالمليارات لهواية، فرص عمل ماكو، مشاريع حقيقية ماكو. استاذ عمر عيني. نعم. هي وين الحكومة؟ ليش هي الحكومة تدري بالدنيا؟ نعم. كل القرارات اللي تاخذها اهم شيء قرار عندها انه الزواج للقاصرات مسموح، تعدد الزوجات مسموح، هاي القرارات اللي اخذتها بقانون الاحوال الشخصية، غيرها ماكو. نعم. قرارات كلها تعبانة، وأصلاً ما يدرون بالعراق إيش بيصير، لا قضاء أكو، ولا حياة اجتماعية مستقرة، ولا قانون تخدم المواطن العراقي. هذا أحد الأسباب. أنا أشكرك أم مصطفى من بغداد، كانت معنا. معنا اتصال أبو شيماء. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
اخوي من 2003 لحد اليوم سبب الطلاق سبب الاحزاب الاسلاميه الصاعده مثل حزب الدعوه حزب البدر الاحزاب الايرانيه الجوي من 2003 لهذا يومك. نعم. سبب الاجهزه الالكترونيه دخلوها وهذا الفساد مالهم وسبب المعيشه مالتهم وسبب الدعاره فتحوها في هاي المسائل كلها سبب هاي احزابهم الاسلاميه من ايران دخلوها. قبل 2003 ما كنا نشوف نادرا كانت تصير حاله وحده مع الطلاق. بس تعال شوف اليوم اخذها ثانيه مثلا سبب ايش؟ سبب احزاب الفاسده دخلونا من ايران. زين دخلونا نقمع الشعب العراقي، دمروا الشعب العراقي باكمله. زين 38 نسموا الشعب العراقي كلها دمروها اعطوا نفسيتها. طلاق جوع قتل تخريب دمروا الشعب العراقي باكمله. نعم. زين دور العائله وين ابو 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 شيماء؟ يعني احنا من نشوف انه يعني مثل الاحصائيات اللي ذكرناها شهر ايار وحزيران، يعني بعض المحافظات يعني تجد نسب الزواج اقل بكثير من نسب الطلاق في ذلك الشهر. الحكومه طبعا مسؤوله، الحكومه مسؤوله من الالف الى الياء، مسؤوله بسبب سياساتها، بسبب اعلامها، بسبب فسادها، بسبب تصريحاتها، الابتعاد عن رعاية المجتمع العراقي بكل جوانبه الاقتصادية والأمنية والثقافية والنفسية حتى مسؤولة. بس أريد أسألك دور العائلة في هذا الموضوع، يعني على سبيل المثال أنه إحنا نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من يعني تلقاه عمره 13 سنة وتزوج، يعني هذا هم الزواج المبكر هم إلى 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 يعني إلى مساوئ وإلى إلى تؤدي الى 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 الطلاق في في الكثير من الحالات. برايك وين دور العائله؟ دور العائله حاليا تماما، لان حتى قلت لك من دخلت من 2003 لحد هذا اليوم الاحزاب الاسلاميه سيطرت خاصه بشكل يعني قوي على المحافظه دياله، يعني قام الاخ او الاب ما يقدر يحكي يا بنته او ما يقدر يحكي يا ابنه، لان شنو كل حزب يقول للابن او الولد يقول له تعال يابا وخلاص سوريا مجرد هسه في اماكن نص البيوت فتروها دعاره في الاسلامي وقاعده تصير في المحاكم كهرباء او كهرباء او بلديه، يعني يزيد هذا الارقام قاطات قاطات هاي الارقام تزيد عليها بعد قاطات سبب يعني التواصل الاجتماعي والفساد اللي يصير فساد فتنه وبصر سبب هاي الاحزاب رغم جتها من ايران. نعم. زين كلها سبب يعني هاي الطلاق. واريد ارد على هذا الاخ اللي حكى على المملكه الاردنيه. نعم. اقول له المملكه الاردنيه شرفك وشرف ايران، بس هاي الكلمه اللي اقول لك اياها. نعم. اقول له شرفك وشرف ايران قلبه. انا اشكرك ابو شيماء من دياله كان معنا. خلونا نستعرض ارقام شهر تموز الماضي الشهر السابع نشوفها مع بعض. نعم نجي على بغداد الرصافة حالات الزواج 670 حالات الطلاق 1104 ضعف بغداد الكرخ حالات الزواج 430 حالات الطلاق 761 كذلك أرقام مضاعفة نينوى 1891 بينما حالات الطلاق 180 ديالة 99 حالة زواج بينما الطلاق 275 بابل حالات الزواج 137 حالات الطلاق 245 النجف حالات الزواج 55 بينما حالات الطلاق 344 كركوك 226 بينما حالات الطلاق 145 ذي قار 245 حال الزواج 114 حال الطلاق الأنبار 158 حالة زواج 61 حال الطلاق البصرة 561 حالة زواج 518 حال الطلاق واسط 84 حالة زواج 140 حال الطلاق صلاح الدين 262 حالة زواج 61 حالة طلاق المثنى 172 حالة زواج 84 حالة طلاق
ميسان 78 حالة زواج، 149 حالة طلاق، كربلاء 94 حالة زواج، 1600 حالة طلاق. تخيل عزيزي المشاهد بشهر واحد بمحافظة واحدة 1600 حالة طلاق. القادسية 182 حالة زواج، 216 حالة طلاق، المجموع الكلي 5997 حالة طلاق. نعم، معنا اتصال أبو محمد من تركيا، تفضل أبو محمد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخوي الغالي؟ إن شاء الله. أهلا وسهلا بك، الله يسلمك. الله يبارك. يا هلا أخوي الغالي، إحنا نتكلم عن سبب الطلاق موضوعنا. نعم. كثرة الطلاق كثر بالعراق بالذات، يعني وبالذات يعني بهاي الفترة الأخيرة. نعم. تدري أول شيء يعني إحنا الحكومة هاي السبب الأول والرئيسي. نعم. بس ترجع السبب الثاني، مع احتراماتي يعني للناس اللي تسمعنا، كثرة الملاهي، صالات القمار. نعم. الأجواء اللي تخلي الشاب إنه ما يحتاج للبيت وما يحتاج للزوجة. زين ويشغل عنها. وهاي هم مسؤولة عنها الحكومة، يعني على سبيل المثال المخدرات اللي تدخل إلى العراق. هو مثلا هذا على سبيل المثال، احنا لحد الان ما شاء الله كل شهر دا ترتفع يعني المخدرات بالعراق، وما دا نلقى مثلا انه ضبط حقيقي من قبل الحكومة. اذا تسمح لي. تفضل. المخدرات هي سبب، هو كلها طبعا هي مرتبطة بالحكومة. نعم. يعني الحكومة بهذا الموضوع مثل ابو يعني رب العائلة، اذا اي واحد من العائلة يطلع مثل ما يقول عن الطريق، من المسؤول الاول؟ رب العائلة. بالضبط. لا كذلك الحكومة. يعني المخدرات هسه كثرت والعياذ بالله، الجرائم بالعراق بصورة عامة بالذات زنا بالمحارم والعياذ بالله، اغتصاب الأطفال، هاي كلها سبب المخدرات. مو تمام؟ زين. فالاثنين الشاب هسه ما عنده وعي. يعني احنا قبل أهلنا يسولفونا انه ترى الوعي والثقافة مو ترى بالفيس وبالتليفون وباللبس وبالسيارة، لا هذا هاي مو ثقافة. بالضبط. انه الثقافة تقعد يعني تعرف دينك شنو، تعرف اخلاق العرب. نعم. شنو اخلاق الناس الطيبة، هسه ما بقت. نعم. يعني الشاب هسه يلتهي بالفيس او يلتهي يطلع يروح يسهر ما يجي للصبح، الزوجة ما تقبل، أي زوجة ما تقبل زوجها شنو يجي الصبح. نعم. فراح تصير إشكالات، وهنا هو ما يشتغل ومعيشته صعبة، فيتجه شغلات السرقة، شغلات التسليم، وده تصير هاي. والله العظيم أقسم بالله. نعم. لو أكو هسه عين إحصائية مضبوطة، أكثر حالات الطلاق هم من المنتسبين من الشرطة والجيش والحجز الشعبي، أقسم بالله. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى من هذا البشر يأكل حرام، الله سبحانه وتعالى وين يطلعها؟ طلعها ببيته، أطفاله، بزوجته، بأمه، بأبو، فده تصير لهم مشاكل. وإحنا من العراق ونعرف هاي أكثر. نعم. حالات الطلاق هي ده تصير عندهم، إنه هو ما بحاجة الزوجة، ويطلع. نعم. ويروح ويجي، والبنت هم ما عندها وعي. نعم. هو ما عنده وعي وما يعرف يفكر بالدنيا وأمور الدنيا وشنو الطفل وشنو المسؤولية وشنو هي الزوجة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارير، احنا ماكو ما يعرف هذا الشيء، والبنت ما تعرف. يعني مع الأسف هي كلها سببها يعني الحكومة، احنا نقول بصورة عامة. نعم. والإنسان هم بعد ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، ابتعد هواي ابتعد. واشكرك. أنا أشكرك أبو محمد من تركيا، كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين، وحول موضوع هذه الحلقة ارتفاع حالات الطلاق في العراق. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا خلال العام الماضي 2018 كشفت إحصائية رسمية كذلك عن ارتفاع تاريخي لمعدلات الطلاق في العراق وبمعدل غير مسبوق وسط توقعات بارتفاعها في البلاد، كما أشرنا في بداية الحلقة إلى أكثر من 1,000,000 حالة بحلول العام القادم 2020، كما أشرنا 10 حالات طلاق في الساعة الواحدة في العراق مع الأسف خلال العام الماضي ب 79,569 حالة طلاق. الإحصائية التي كشف عنها مجلس القضاء الأعلى أشارت إلى تسجيل 73,569 حالة طلاق خلال عام 2018 مقابل 245,000 حالة طلاق في العام 2017. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. مساء الخير استاذ عمر. مساء النور، اهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ حياك الله يا اهلا بك. الله يحفظك، تحية لك وتحية للقناة وتحية لكادر القناة وتحية للمشاهدين والمتصلين. حياك الله يا اهلا بك. بالنسبة لموضوع الطلاق، الله يحفظك، بالنسبة لموضوع الطلاق وما الطلاق، السبب الرئيسي هي حكومة الاحتلال. هي تدعم هذا الدمار بالعراق بكل ما صاب العراق من شر في ظل هذه العصابة الموجودة بالعراق. فكل الشر مفتوح على العراق. نعم. ولا والله اول شيء ان الله يخلص العراق الجريح من هذه العصابات، وهذه هي كل شر على العراق. ما دام هذه العصابه موجوده فكل الشر على العراق، ما دام وان شاء الله ان الله يخلص، نرجو من الله ان يخلص العراق ويعود العراق الى عروبه. نعم. ويخلصنا من هذه الزمره والخونه. كل مشاكل العراق من هذه العصابات، عصابات الاحتلال الامريكي والايراني. كل ما صاب العراق. نعم. ولن ينتهي العراق، ولن يعود العراق دوله ذات سياده وذات كرامه الا بزوال عصابات الاحتلال. وتحيه لك. شكرا ابو فيصل من السعوديه، كان معنا اتصال ابو عمر من السليمانيه، تفضل ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الله يرحمه شاعر احمد شوقي يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. صحيح هذا الشعر ما ينطبق على ذولا العصابات والأحزاب الشيعية اللي جت حكومة البلد مع المحتل. زين ما ينطبق على ذولا بالأساس، كل الأساس ما عندهم أخلاق. زين أستاذ، أنت روح شوف المقاهي والكازينوات، بنات يشتغلون بيها وأرامل، مطلقات، أنت تحكي على المطلقات، روح شوف هي قاية من هذه الأرامل اللي عدى الطفل إلى 5 إلى 6 لتربيهم وما عدى من هي رواتب ماكو. فتشوف انت شرط متاع الفساد الأخلاقي اللي يعني يا ستار يا ربي إلى درجة وصلت بحيث قاموا بفتح يوجد بحارة على صراحة صريع العبارة. هو بنفسه الحجة المنتظر حتى الكمري ودي تسوي الكريم لا سوى اعتراف، هو بنفس اعتراف تعطيني شيء يقولون يقولوا لك، يقول لك بنود الدحارة وتجارة المخدرات وغيرها وبارعات وملعب ما هاي كل هذه بالتهاب، هاي مو بلا، هاي فنادق مو بلا، هذه يعني تشتغل يعني بس يجون حق يسمع دول الذكور. لا والله مو بس الذكور، وإنما هم أيضا يعني واصل لمرحلة. فتشوف يا رب سبحان الله أعطيك معلومة، موجود مقطع فيديو مو مقطع مقطعي واحد كلونه ليش زوجتك هو وزير بالعراق، ليش زوجتك وبناتك ما يجون وولدك ما يجون من العراق، خلي يجون يعيشون وياك هناك بريطانيا عايشين كيشو. لا والله ما يدفع حق لهم. نعم. لا والله مو ما يدفع يعني حق هذا حق هذا حق. ابو عمر يفسر لنا انه غياب دور الدولة الحقيقي يفسح المجال الى كل الحالات السلبية والشاذة بالمجتمع، وهذا طبعا يبقى عاد يعني انت شو تريد مثلا من العائله من المجتمع، يعني انت لا الف ولا الفين ولا مليون ولا خمسه ولا عشره. فهذا اذا دل على شيء دل على غياب دور الدوله الحقيقي خلال 16 سنه، وهذه حاله طبعا مع الاسف. اعطيك معلومه. نعم تفضل. انت اربط القانون الجديد اللي طلعوه 9 سنوات وما تتزوج. نعم. زين هاي راسه ما تقدر تخلصها. دون تزوج هذا نوع من انواع حاجلكم الله الدعارة الدينية، انت على اساس تطلع ولك عمي خليني ساكتين باخذ عوض،
فقط هو أنت الخدمة موجودة هاي الأحزاب الشيعية قسما بالله ما في خير قسما بالله أنت هو تشرف من عندهم النصرانية تشرف من عندهم الصليبي هذول لا تقول لي سنتين وأربع شهادات هاي كلها كذا 16 سنة شفت خليج مع أبو حسين مرة مع أبو حسين أبو أحمد من هولندا من إسبانيا يتصل أعرف في كل الجيل إجابة عنهم لأنهم يعرفون كيفتهم طلعة يريدون يتلحقوا لها ما يعرفون كيف يتلحقوا لها ما يعرفون يخيطون الفتحة صارت أكبر من قطعة الأقمار هذا ما يراد إلا دمار ما يقول لك المجتمع العراقي راح يتصلح بعد إذا زال حتى إذا زال هذا الحكم الشيعي إذا زال بعد 100 سنة ما يصلح هذا ما يصلح بقوته أنت دمار الدمار إلا رب العالمين يجزك من ينصرك يخلصك من جولة وهذا النصر ما يجيك يجي قوتنا اليوم صبر يحتاج تعني يحتاج رحمة من الله دعاء من الله العودة إلى الله الحكومة من هاي العبارة رحمة نسبة الطلاق والزنا في إيران وتجارة المخدرات يسمى المخدرات أنا أعرف أنا بإيران أعرف يوم السنوة تاز عمار خليها نعم. والله كل ورقة أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية وعذر على المقاطعة لأنك اتصالات أبو علي من لندن تفضل أبو علي السلام عليكم حبيبي وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك أخ عمر نعم قبل 2003 الشعب العراقي ما يذكر أنه كان البلد كان يمشي على الطريق الصحيح الشعب العوائل محترمة الشعب متآخي لا أكو تفكك أسري نعم الوظائف موجودة الخدمات موجودة حب الناس للناس موجود الألفة موجودة يا ابي شو جاهم يا استاذ عمر شو جاهم بسال دفتهم بعد 2003 نعم اخي هذه المسائل التصريح هسه من طلاق ومن المحارم ومن الفتاة ومن المخدرات ومن دور الدعاره والملاهي اخي هاي كلها تجار الدين تجار الدين اخ عمر نعم يعني هم يعرفون وهم بيناتهم هم يقولون وهم يفرحون نفسهم بالاعلام باللقاءات واحد يفرح الاخ اخ عمر هذا التفكك مال الشعب صار بي والشعب كان وحدة واحدة شنو اللي صار بي بس أردفتهم الشيوخ العشائر وين دوره أخ عمر انت سامع بلد إيش الشيوخ دمج الضباط دمج يعني كل دولة بالعالم كل بلد بالعالم يقوم على أساسين العلم التعليم والعدل نعم أخ عمر يعني هالبلد هذا لا تعليم ولا عدل زين نعم زين احنا اذا مثلا نعم اذا جينا على راس السلطه التنفيذيه خلال السنوات السابقه مثلا نور المالكي لمده 8 سنوات يعني احنا كنا نشوف خطاب هذا الرجل خطاب الطائفي ما شفنا فد يوم انه بالفعل خلال هاي 8 سنوات او حتى الحكومه اللي جت وراء حكومه العبادي كانت يعني هناك امور كثيره ما شفنا انه هناك توعيه هناك مثلا يابا انه احنا عندنا برنامج حكومي للحد من حالات الطلاق لمساعده الشاب الخريج في ايجاد وظيفه تشجيع القطاع الخاص حتى تتوفر فرص عمل ارشاد في القنوات التلفزيونيه الجماعه بس مقضيها يعني اعلانات لهم واشهار للسياسي وللقائد ما شفنا كل هذه الأمور فإحنا إذا رأس السلطة مالتنا خطابة وسياسة طائفية ومحاصصة واللي موجودين جوا فاسدين واحد يغطى للثاني والعفو بس إلهم العفو العام اللي تم إصداره فالمجتمع إيش راح يصير به أخ عمر نعم يعني الشعب ما يعرف تاريخ المسؤول ماضي شنو كان الشعب ما يدري وكل الشعب العراقي يدري من الشمال للجنوب يعرف ماضي كل سياسي موجود يعني هو المالكي من اللي حرم على القتل الطائفية مو الفيديوهات موجودة عمر اكو عراقي ما شاف الفيديو ماله نعم يعني عجيب هالشعب هذا البلد هذا عجيب والله نعم يا اخي معمم يسرق ويتاجر وعنده عصابة وين البلد وين رايح وين متجه البلد العشائر بيناتهم يتكاكلون عن النفط وعن الحصص وعن التعيينات هذا اي بلد هذا هو هذا بلد هذا المن يشبه هذا المن يشبه
والشعب نايم. ها بعد يومين ثلاثة راح تصير زيارة مال أبو عبد الله سلام الله عليه، راح يروحون بالملايين. والشعب والشعب صار له 16 سنة دايم دايم من الألم والظلم، وصار حديقة لإيران والكويت تتحكم به، وهذا الشعب نايم على سواد بلد هذا يا أخ عمر. نعم. من بيغارون من السودان من الشعب المصري، وين ناموس الوطن؟ وين وين الضمير مالهم العراقيين؟ إذا تاريخ العراق كله طلع كذب. نعم. يعني هو هسه احنا يطلع مظاهره بالبصره غير البصره، الجماعه قام يتهموهم دواعش وذولا مرتبطين باسرائيل ومخططات خارجيه. شفنا اللي صار. ايش تكتب من السياسي مصطفى شو يقول عليهم؟ نعم. بس الشعب ليش ساكت؟ من يخاف؟ من بده يحمي من بده يحميهم السراق والحراميه؟ من بده يحميهم غير ابناء العشائر نفسهم؟ هم بده يحموهم عمر. نعم. من بده يحميهم؟ ما يقومون يهبون هبه واحده يسحلون كم واحد من ذوي الميليشيات، والله كلها تنهزم كلها تنهزم والله، مثل ما صارت من المظاهره الاولى طبوا البرلمان نسينا؟ نعم. يا اخي ماكو شعب نايم، شعب ما ادري ايش فيه مخدر. اني اشكرك ابو علي، اشكرك ابو علي من لندن كان معنا، معنا اتصال ابو طه من بغداد، تفضل ابو طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شوف أستاذ عمر، حياك الله يا نبيك. بس نصل التلفزيون الله يخليك، التلفزيون للأخير نصلية، نصلنا التلفزيون حتى نقدر نسمعك إن شاء الله. نعم. بالنسبة للطلاق، نعم، السبب الرئيسي هو بالطلاق لأن عدم توفير الوظائف للمواطنين، هاي وحده. نعم. الثانيه المخدرات، زين اضطبت لنا بالفتره الاخيره، زين شغل ماكو، عمل ماكو، يعني كل شيء ما متوفر بالعراق، زين فالرجال يطلع حركته بيمه، طلع حركته بمرته. ما عنده اي شيء عايشه، منين يجيب شغل؟ ماكو تعيينات، ماكو، زين وين هري يشتغل تاديها بوجهه؟ ونزلت لنا هاي المخدرات، زين يعني هسه احنا يمكن عندنا طلاق بالعراق صار نسبه 75%، زين وهاي من يتحمل مسؤوليته؟ يتحمل مسؤولية الحكومة. الحكومة لو توفر أي شيء للشباب وتعيينات، زين للخريجين وغير الخريجين، ما يصير عندنا هاي النسبة مال الطلاق. نعم. واحد ليش يطلق مرته أم جهالة اللي عاشت وياه على الحلوة والمرة، بس يطلقها من الماكو لأنه ما عنده أي شيء. نعم. وكلها تتحملها الطبقة السياسية، زين؟ نعم. زين. والسبب الثاني، زين؟ نعم. النت الجانب الأخير، الإنترنت. لهذا الإنترنت إحنا هنا يعني 70% ما حد يعرف استخدامه، زين؟ هذا اللي زوجته قاعد يستهجع عنه، طلق هذا على التليفون، طلق هذا. زين يعني كل مواطن عنده حجه ان يريد يتخلص من زوجته. يعني فقط الرجل يتحمل المسؤوليه لو هي مسؤوليه مشتركه؟ ابو طه برايك المسؤوليه مشتركه. نعم. المفروض المراه تتحمل الرجل، الرجل من يطلع يدور على شغل وما يجي، زين ويرجع للبيت بحاله عصبيه وهذا الجو الحار والكهرباء ماكو، زين. نعم. لازمية راح تتلقى منك الله كريم والجايات ان شاء الله احسن وكذا، وهاي تشد عليه. نعم. بعض النساء بيشد على الرجال، اطلع دور شغل، انت ليش قاعد، انت ليش كذا، هالحاله هاي صار عصبي حلف عليه يمين الطلاق. نعم. بس هو لو ما عنده مصدر عيشه ما يطلق زوجته. ومرجعنا الأول والأخير سببها الحكومة الفاشلة، زين يعني احنا بالتسعينات والثمانينات
ما عندنا نسبه طلاق. نعم. يمكن 1% او نقول 10%، بس هسه 85% نسبه الطلاق ونسبه الزواج 15%. هالشباب لازم يتزوجون. نعم. زين سببها هاي الحكومات المتعاقبه من 2003 لحد الان هي اللي دمرت البلد، دمرت الشباب، دمرت النساء. زين نعم. وين قد توجه العالم؟ عيشة ماكو، شغل ماكو، عين ماكو. زين نعم. فهو هذا سببها كلها. زين المرجع الاول والاخير الحكومه، والحكومه متقصده بهذا الشيء، متقصده لتدمير الشباب. نعم. حتى يتوجهوا للمخدرات وللحشيشه وطرق غير اخلاقيه. زين وهجموا بيوت، هجموا بيوت، الاف البيوت هجموها من وراء الطريقه هاي. نعم. أنا أشكرك أبو طه من بغداد، كان معنا معنا اتصال لقاء من بابل، تفضلي لقاء. لقاء تسمعيني؟ عيني وياك. تفضلي. تفضلي أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي. أخي بالنسبة لموضوع قصص الطلاق يعني له أسباب هواية. نعم. إذا نيجي بالبداية الأسباب الاجتماعية، أسباب معيشية، الأسباب يعني هواية من عندها. بالنسبة للأسباب الاجتماعية يعني منها اختلافات، اختلاف يعني بسبب اختلافات مجتمعية، تجي الظروف المعيشية، الظروف اللي يعيشها البلد. إنه أول شيء بنية البلد بنية مو صحيحة، إحنا كثقافة بلد ماكو وعي، ماكو ثقافة. يعني احنا بلد يعني اذا نرجع للاساس، اساس تعبان. نجي من التعليم للثقافه، يعني وضعيه البلد تعبانه، فاكيد ما في توافق. بعدين ما الشباب على قدر كبير من المسؤوليه، الاختيارات الخاطئه. والسبب طبعا في الاساس هي اساس احنا حكومتنا، يعني نعرف احنا الاسره هي البنيه الاساسيه او البنيه الاساسيه لبناء المجتمع. فمن تبكي يعني انه الحكومه ما دعمه المجتمع، حكومه مضحى للتعليم، فاكيد يعني ظروف. بالاضافه الى انه ظروف الرجل تكون يعني ظروف ماديه احيانا يعني اللي تلعب دور اساسي، هسه عدم توفر فرص عمل. نعم. يعني الناس يعني يدخل تاهلها المعيشه ويدخل تاهلها يعني المسؤوليه، فتلقى الهواي يعني يتفلسون فيهرب حتى من زواجه يهرب، يعني هاي هم لها اسبابها. نعم. طبعا مع الاسف انه اخت لقاء انه يعني العدد من الاحصائيه من العام 2004 ولغايه هاي السنه اكثر من 800 الف حاله طلاق بالعراق، السنه الجايه يعني الاحصائيات الرسميه تتوقع انه يتعدى المليون حاله طلاق. يعني هاي احنا عندنا حالات طلاق راح توصل المليون، عندنا تقريبا ارامل كذلك اعدادها بالملايين، عندنا ايتام بالملايين. يعني الاحتلال الامريكي والغزو الامريكي والطبقه السياسيه اللي اجتي مع الاحتلال يعني ساهمت مساهمه مباشره بتفتيت المجتمع وايذاء المجتمع. طبعا هو نعم هم يعني هو هاي الاساس، احنا نسي تفكك المجتمع حتى سببها مخدرات اللي هسه صارت تدخلها ايران وغير ايران وكلها، يعني هاي اسبابها يعني فككت المجتمع، انه صارت يعني مثلا الاب يتعاطى مخدرات يعني. نعم. او الابن يتعلم على هالشيء باشر عقبه، هذا لما يصير رب اسره اكيد يعني ما راح يكون يد المسؤوليه اللي يشيلها. نعم. ونلاحظ انه حتى باعمار صغيره، حتى اغلب اذا المحاكم تشي باعمار صغيره يتزوج ماكو شهر شهرين يرجع يطلق. نعم. اني اشكرك اختي لقاء من بابل كانت معنا. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول ارتفاع نسب الطلاق في العراق، وكما استمعنا الى المشاهدين بان اغلب او ان السبب الرئيسي في ارتفاع نسب الطلاق في العراق هو
بسبب السياسات الحكومية منذ العام 2003 ولغاية الآن. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.